أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا المحلية لنهار اليوم. والبداية بقطاع التربية، حيث نظم عدد من أولياء التلاميذ وأبنائهم وقفة احتجاجية أمام مقر متوسطة مصطفى خالد بتيارت على خلفية طرد 15 تلميذ من الدراسة دون عقد مجلس تأديبي، ما أدى إلى محاولة تلميذين حرق نفسهما، حيث عبر الأولياء عن استيائهم من مثل هذه التصرفات التي يراها هؤلاء تهدد مستقبل أبنائهم في ظل تعرضهم لمختلف الآفات الاجتماعية. ديار بن داود رصد التالي. وانا ولدي زيارته قال لي نحوس نقرا، والمعدل تاعو جايب 12، اما الضغط جاب قرعه تاع ليسونس وحرق روحه. الذنب تاع ولدي هذا على من؟ على المديره، وقالت لنا باللي المعلمين مقرفين على اولادكم، الا عندهم مطالب تاعهم ما يقرفوش على اولادنا. انا ولدي راح ضحيه. ما يطردوهمش للشارع يسرقوا ولا يخونوا. هذ التلاميذ غلطوا، كاين يعني كيرفقوا بهم ويرفقوا بينا احنا بني كاباء، وهما بني نحسنوا عونهم، هما راهم يقرروا نحسنوا عونهم وحنا يا بني كاباء. نورمالمون حتى يعلمونا باهي بعداك يديروا له مجلس تاديب، ونورمالمون كيما قال لك فوتوهم كي رحنا احنا المؤسسه تاع الاكاديمي ما استقبلتناش ما بغاوش يدوها فينا كاع. هذا وقد توقفت أمس أساتذة وإداريو متوسطة القاعدة 4 بحي سلسبيل ببتنة عن العمل في إضراب مفتوح إلى غاية ترحيل مديرتهم الجديدة المنصبة بداية الأسبوع، بعد أن نعتتهم بأوصاف قبيحة وتعاملها معهم بشكل مهين حسب قولهم. كما طالبوا بتوفير الأمن خصوصا بعد حادثة بحر هذا الأسبوع، عندما دخل مجهولون إلى حرم المؤسسة وهددوا أستاذا بالقتل. سعيد حريقة والتفاصيل. منذ حضور المديرة منذ اليوم الأول ومعها الوفد المرافق، هذا اللي هم مجموع ثلاث أشخاص غرباء، حيث تلفظ هؤلاء بألفاظ قبيحة بعدما جالوا وصالوا في المؤسسة، بألفاظ قبيحة مشينة تقدح في حق الأساتذة. نطالب برحيل السيدة المديرة التي فرضت علينا بالرغم من إثباتها لسوء تسييرها بمؤسستها القديمة، وعندما جاءت المؤسسة لم تحضر لوحدها، بل قامت بإنزال عائلي هي وكامل أفراد عائلتها، والذين اعتدوا على الأساتذة منها الاعتداء اللفظي والاعتداء بالقول. نبقى في الاحتجاجات، حيث احتج العشرات من عمال قطاع التضامن بقسنطينة أمام مديرية النشاط الاجتماعي رافعين شعارات تتعلق بوجود تجاوزات في قطاع النشاط الاجتماعي بالولاية، وكذا التهميش الذي يتعرض له الموظفون من قبل يقول بعض المسؤولين، مؤكدين في نفس الوقت عدم استفادتهم من الترقية. مزيدا في التفاصيل في ميكروفون عبد الجليل حنديس وهشام طلبي. في الوضع الحالي اللي لي زونطاسيون تاع لي بري تاع المواد الاستهلاكيه، وراهو العامل يتقاضى 15000 20000 و25000، مازال ما سلكش في الاجره تاع شهر جانفي، وهذا من اثر سلبا على مردوديه العامل في حد ذاته في هذا القطاع. حنا عندنا عمال راهم على ابواب التقاعد، وكان اللي راحوا التقاعد وما تحصلش على ترقية في مسار مهني أكثر من 32 سنة عمل. الوزارة صدرت تعليمة أننا كاينة لطابل كوميون وبعض المؤسسات وبعض المدراء يتحجوا بعدم تطبيق هذا التعليمة. في موضوع آخر، أكد مدير تقييم ودعم المشاريع السياحية على مستوى وزارة السياحة والصناعات التقليدية على هامش الملتقى الجهوي حول التحضير لموسم اصطياف سنة 2014 الذي نظم بمركب الأندلسيات في وهران، أنه تم التطرق لبرنامج عمل وزارة السياحة الذي شمل ثلاث ولايات، أولها وهران الممثلة للغرب، عنابة الممثلة للشرق، والجزائر العاصمة بالنسبة لمنطقة الوسط، وذلك للالتقاء مع كافة المتعاملين في قطاع السياحة والفندقة. المزيد في ميكروفون سفيان معمر. إنجاز أكثر من 13 مخيم صيفي على مستوى 14 ولاية ساحلية. هذه العملية تعتبر عملية نموذجية التي يشرف عليها يعني شخصيا سيد معالي وزير السياحة والصناعات التقليدية، وسوف تسمح لنا هذه المخيمات بإنشاء أكثر من 2600 سرير التي سوف تكون موجهة خصيصا للعائلات الجزائرية في تنمية وترويج بالسياحة الداخلية. نحن متواجدين بالمركز السياحي الأندلسيات، وذلك في لقاء جهوي يضم ولايات الغرب الساحلية، ولاية شلف، مستغانم، وهران، عين تيمشن وتلمسان، وذلك للتحضير المادي لمجريات تحضير موسم الاصطياف سنة 2014، وذلك بمشاركة جميع الهيئات.
نظمت جمعية إعانة الأطفال المصابين بسرطان ببشار حفلا تكريميا للمصابين بالداء، والذي تم من خلاله نقل معاناة الأطفال جراء غياب طبيب مختص في مرض السرطان وغياب الأدوية اللازمة لعملية العلاج الكيميائي، وهو ما يفرض على هؤلاء حتمية التنقل إلى مستشفيات الشمال. ميكروفون نور الدين مزري. اليوم راح نقوم بحفلة على مستوى دار تضامن الجمعيات، وجمعيتنا هي أول جمعية تقوم بحفلة في هذا دار تضامن الجمعيات بالتنسيق مع وكالة التنمية الاجتماعية ومدير النشاط الاجتماعي. تستضيف ولاية البليدة فعاليات القافلة المتنقلة عبر الولايات للوقاية والتوعية حول الحوادث المنزلية وحوادث المرور من تنظيم المديرية العامة للحماية المدنية. تفاصيل أوفاء في تقرير يوسف العرفي. تستضيف جامعة سعد دحلب بالبليدة منذ الثلاثاء قافلة الحماية المدنية للتوعية حول الحوادث المنزلية وحوادث المرور، والتي تهدف إلى إرشاد المواطنين حول الأخطار المنزلية وحوادث المرور، وكذلك توعية الأشخاص بالإسعافات الأولية أثناء هذه الحوادث. اليوم رانا في لافاك ببليدة، أنا باش نوعي الناس pour mieux les sensibiliser à ce qui est les premiers secours. القافلة استقطبت العديد من الحضور على اختلاف أعمارهم، حيث حاولوا التعرف على النقاط السوداء لحوادث المرور في ولاية البليدة وكذا على الإسعافات الأولية. اليوم جاونا وحدة الحماية المدنية دارنا يوم تحسيسي على الإسعافات تاعهم الأولية، والحمد لله شغل استفدنا من هذه المعلومات اللي راهم لنا باش أونكا من أول فوق نتاحوا في كار كيما هذه، واحد يعرف أو ما يعرف عنده شوية معلومات يديرهم على الإسعافات هذه. عملنا كان يرتكز على طلاب الجامعة، ونحن أمام باب الجامعة النقطة السوداء التي تعد من أخطر النقاط السوداء هنا بولاية البليدة، حيث تكثر فيها الحوادث المرور، وللأسف الشديد سجلنا عدة حالات وفيات هنا في هذه النقطة. إذا كانت الجزائر تحتل مراتب الأولى عالميا في إرهاب الطرقات، فمثل هذه الحملات التحسيسية تعد أكثر من الضرورية في الوقت الراهن على الأقل. وستعيش نفس الولاية على مدار 3 أيام على وقع فعاليات الطبعة الثالثة لأيام المديح، وستعرف هذه التظاهرة الثقافية مشاركة أسماء معروفة وعدة فرق إنشادية من مختلف ولايات الوطن. رسول الله. مزيدا من الأخبار في نشرتنا اللاحقة. السلام عليكم.